السلام عليكم. اليوم جيت معكم فيديو ديالي جديد بسيط وظريف خفيف، واحد اكله سريعه التحضير. نبدا الفيديو ديالنا بصلاه على رسول الله، ما صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالي، واحد اكله سريعه واقتصاديه بالبيض مسلوق، بطاطا مسلوقه سمحوا لي، وجوج بيضات وشويه الملحه وشويه الكمون وزعفران. خليكم معايا تبعوا معايا الطريقه. هانتوما معايا دابا سمحوا لي غنعكها الفرشيطه سخونه، بحال سخونه ملي كتبرد صافي ما كت بحال ما كتساعدكش هي. غنعكها ونرجع معكم باش ما يجيكمش فيديو طويل. دابا ملي فزتها غندير لها شويه ديال الملحه والكمون والسوداني. خليكم معايا هي شي العطريه لصقت لي كندير قطره الزيت في المقله، غير قطره صغيره سمحوا لي. دابا انا عندي ندير يدي نخلطها ونخلص. ودابا ملي قرصتها سمحوا لي داك المقله سخنت، نبدا ندير درتها خبزه في الطبسيل. دابا نوريكم غنولي نمشي للطريقه البيض كي غندير لكم. خليكم معايا تبعوا معايا. دابا غندرب البيض معايا. دابا هاد البيضة غنحركهم مزيان، صراحة كيجي زوينة اقتصادية. عمرها ديري اومليطة هادي هادي ديري حسن لها تا ربع ساعة ما كاملة وهي كطيب، سهلة اقتصادية زوينة. خليكم معايا شوفو النتيجة لي كتجي زوينة. قرش الملحة مغنديرهاش، مغنديرها ضويت فيها حتى شي حاجة، قرش البيضة دايرة فيها كلشي. هي كتجي زوينه، هي النتيجه ديالها صراحه. غطيتها بالبيض، اللي عنده البيض يدير كثر، انا المهم عندي غير جوج درت كبار اكثر. هي طيب وخليكم معايا تشوفوا النتيجه كتجي فن اقتصادي وزوين. ها هي صراحه كتجي زوينه واقتصادي. ولا عجبكم بحال هكا الوصفه زيدوا شجعوني عطيكم كثر، وخليو واحد لايك ولا كومونتير زوينه، وشاركوا في قناه اللي مازال ما اشتركش، وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد، وفعلوا ديك الجرس. خلوا واحد لايك ولا كومنتر زوينه. والى هنا انتهى الفيديو. السلام عليكم.